تجرم بنت مزيط الدرس الثالث الأسماء المذكرة. طبعا انتقلنا من الحروف إلى كيفية الكتاب. الآن نخش في الأسماء المذكرة وطريقة تصنيفها وإلى آخره في الأمازيغية. لاحظوا في الجدول الأول اللي ذكرته أمامكم اللي هي مجموعة كبيرة من الأسماء المفردة المذكرة. لاحظوا أسماء مفردة مذكرة. خلينا نقرأ السطر الأول والثالث والخامس باش نذكر لكم ملاحظة مهمة جدا، وطبعا اللي نكتب فيها تحتها اللي هي الاستنتاج في كل الأحوال، فإذا كان ما فهمش الكلام تاعي ممكن ترجع للاستنتاج أو العكس. عندك مثلا أغروم، أطو، أغيل، أرجاز، أدرار، أمور، أقليم، أسيف، أمدن، أرجال، أضليس. كل هذه الأسماء مفردة مذكرة تبدأ بالهمزة المفتوحة اللي هي أغرى. طيب نجول السطر الثالث اللي هي إيزم، إفكر، إبلم، إنور، إيمي، إنسي، إيجيمي، إيستن، إيلس، إيمتر، إيري. لاحظوا كلها تبدأ بإيش؟ بالهمزة المكسورة. بعدين عندنا الجدول الخامس اللي هي أول، أوسمان، أوشن، أولي، أودم، أودي، أوما، أوغل، أوزال، أوزو، أوبزر. لاحظوا هذه كلها تبدأ بالهمزة المضمومة. طبعا شنو هو الاستنتاج هنا؟ إن جل الأسماء المفردة المذكرة، لاحظوا جل هذه أقل من الكل بقليل، جل الأسماء المفردة المذكرة تبدأ بهمزة محركة إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة اللي هي أغرى، إغري، أغرى. طيب هل كل الأسماء المفردة المذكرة في الأمازيغية تبدأ بالهمزة أم لا؟ لا، لكل قاعدة استثناء، وهذه القاعدة فيها استثناء بسيط، فيه مجموعة بسيطة جدا ممكن حتى حصرها من الكلمات اللي ما تبدأش بالهمزة في الأمازيغية، اللي هم قلنا عندنا احنا في الجدول اللي تحت اللي هو في الاستثناء اللي هي جوشن، جا، مايطو، شرشي، كامور، صرت. لاحظوا كما قلنا الأصل في الأسماء المفردة المذكرة هي الهمز، ولهذا نطق بعض الكلمات زي ما نقوله احنا في يفر نقوله طار وغيرها، ولا في جاد يقولوا ملل بدل ما أملل، وحين نقوله طار بدل أضر وإلى آخره. هذه كلها أخطاء لغوية حذفت الهمزة للتسهيل، ولكن احنا هنا نتعلموا في القواعد الصحيحة، ولهذا تلقوا في زوارة مثلا ولل يقولوا أضار يقولوش طار وحده ولا آخره. وبعدين تون في درس الحروف الفونولوجي اللي بنتكلم عليه فيه عن طار وبعض مناطق يقولوا ضار وإلى آخره. خلينا ننتقل للقاعدة الثانية. طبعا زي ما قلنا احنا المفرد المذكر تكلم عليه، الآن نخش جموع المفرد المذكر. لاحظوا معي الجموع الأولى ذكرت مجموعة لبس بها من المفردات المذكرة وجموعها. نقول مثلا أرجاز، إرجازن، أضار، إضارن، أدرار، إدرارن، أضرو، إضروان، أضغم، إضغمان، أسلم، إسلمان، أجنة، إجناون، أمنسي، إمنسيون. لاحظوا كل الأسماء اللي بدت بهمزة مفتوحة المفردة الجمع متاعها يبدأ بهمزة مكسورة. هذه القاعدة الأولى، كل شيء الهمزة فيه مفتوحة تكون فيه الجمع متاعها همزة مكسورة. في كلمة واحدة فقط أنا لقيت اللي هي تبدأ بهمزة مفتوحة وتجمع بهمزة مفتوحة اللي هي اللون، الجمع متاعها اللونن، وهذه مش من نفوسة ولكن من خدامس اللي هي النافذة أو الشباك. طيب خلينا من الاستثناء هنا، لكن كل مفرد مذكر فيه همزة مفتوحة يبدأ بهمزة مفتوحة، كل مفرد مذكر يبدأ بهمزة مفتوحة الجمع متاعه يبدأ بهمزة مكسورة، وذكرنا كل الكلمات هذه. طيب
هذه الهمزة المفتوحة، خلي الهمزة المكسورة مالك، كيف كيف الجمع متاعها؟ إميرا إميراون، إنسي إنسيون، إفكي إفكيون، إيري إيراون، إيمي إيماون، إفري إفران، إجيمي إجيمان. لاحظوا كل همزة مكسورة تبدأ الجمع متاعها بهمزة مكسورة. خلينا نمشي للهمزة المضمومة، كل جمع يبدأ بهمزة مضمومة ينتهي بهمزة مضمومة من غير استثناء. أشن أشناون، أول أولاون، أزل أزلن. طيب هذه البدايات متاع الكلمات، خلينا نشوف معناها. زي ما قلنا الوحيدة اللي تتغير هي الهمزة المفتوحة وتصبح همزة مكسورة، والباقي تبقى كما هي. الإي والأو في الجمع متاعهم، البداية متاع الجمع متاعهم نفس الشيء. طيب هذه بداية الكلمة، شوفوا آخرها توا، آخرها تنتهي بثلاث حاجات، وهذه كلها متناسقة في جميع مذكر جميع جموع المذكر السالم، اللي هي النون عامل مشترك بيناتهم كلهم. فيه تنتهي إما بالألف والنون، واو والنون، أو ألف وواو ونون. لاحظوا هني ذكرت حروف التحريك في الدروس السابقة، كانكم منتبهين. حروف التحريك هي اللي تغيرت، وهذه مكانها مكان الفتحة والضمة والكسرة في العربية. هذه مش المقارنة، لكن نبيكم تفهموا أن حروف التحريك ممكن تتغير، لكن هذا تغيير طارئ فقط. طيب الاستنتاج الأول أن الهمزة المفتوحة تقلب إلى همزة مكسورة، الهمزة المكسورة والهمزة المضمومة يبقوا على حالهم في حالة الجمع في بداية الكلمة، ونهاية الجموع المذكرة السالمة ألف ونون واو ونون أو نون بحالها أو ألف واو ونون. هل يوجد في الأمازيغية جمع تكسير؟ نعم يوجد جمع تكسير، وهذا الجمع تكسير أقل، بل أقل بكثير من المذكر السالم، فالعملية سهلة عليكم. لاحظوا مثلا أنا جبت أربع أمثلة: أسجرس إسجرس، أزلا إزولا، أبرنوس إبرنس، أدبيون إدبيان. طيب وين جمع التكسير؟ يبدو أن الألف نفسها انقلبت إلى إي آ إي آ إي في كل الأحوال. لا، هي القضية هي جمع التكسير في نهاية الكلمة. الله أسجرس إسجرس، ما فيش لا واو نون لا ألف ونون لا واو ألف نون. أزلاغ إزولاغ، أفرنوس إفرناس، أدبيون إدبيان. الله أدبيون تنتهي بالنون وهي جزء من الكلمة، إدبيان تنتهي بالنون وهي جزء من الكلمة وليست من الجمع. طيب عندنا إذن جمع مذكر سالم، جمع تكسير، فيه الجمع الثالث وهو اللي يجمع بين المكسر والسالم، يعني حالة المفرد متاعها تكسرت في حالة الجمع ولكن نهايته في الجمع جمع مذكر سالم. أفوس إفسن، لاحظوا قلت أفوس بالألف مش فوس، هذا خطأ. إفسن، لاحظوا أن الواو في أفوس انقلبت إلى ألف وشددت السين. طيب إغيد إغايدن، لاحظوا أضيفت ألف بعد الغين فكسر البداية لكن نهايته بالنون. أزاو إزاجن، وهذا أيضا مكسور بإضافة الجاء بدل الألف وإلى آخره، الألف والواو. طيب إذن القواعد فيه جمع مذكر سالم، جمع تكسير، جمع مذكر سالم المكسور. طيب هل فيه نوع تاني من الجمع؟ نعم، النوع الرابع وهو بسيط، مش لازم هذا تدخله في القواعد ولا تحيروا عليه، اللي هو المفرد للجمع متاعه من غير المفرد، يعني المفرد كلمة والجمع كلمة مخالفة جدا. معناه ابن، تقول مثلا محمد أمالي، سعيد أخلفة، سليمان أباروني وإلى آخره. طبعا ابن هذه أو ابن تعني، أيت اللي هي أبناء، تقول مثلا أيت ما، واللي تحدث لما نذكر اسماء القبائل نقول أت ويلول أطبخ بوأت أتمعان وإلى آخره. أيت ما اللي هم أبناء أمي، هذه شو معنى كلمة أيت ما، ولهذا نكتب كلمة أيت وما مفصولات على بعضهم لأن هذا معناهم. بعدين عندك أيسوم إيسان، لاحظوا كلمة مختلفة جدا. وكذلك فيه المفرد لمليشي جمع، أسن اللي هو الليفة اللي متاع النخل، إيلدي اللي هو المقلاع ولا الفليتش اللي بين يقولوا،
أمتون اللي هو الخميرة البيرة اللي بين يقولوا، وفيه من الجموع من اللي هو جمع لكن ما فيش مذكر، وهذا أكثر حاجة في السوائل، ولهذا نقولوا أمان اللي هي المياه، إدامن إبزيطن. أو أرجو أن تكونوا استفدتم من الدرس هذا، وفي الدرس الجاي هنتكلموا في المفرد المؤنث وجمع. وإلى اللقاء أرتفاكت.